مساء الخير واهلا بكل مشاهدينا وموعدنا اليومي مع اخبار السوشيال ميديا في نص ساعه مع شير. للاسف العالم من امبارح حزين جدا على الهجوم الارهابي اللي حصل في نيس في فرنسا، وراح ضحيته 82 قتيل واكثر من 100 جريح. وطبعا تداول المواطنين في فرنسا العديد من الفيديوهات اللي بتوثق لحظة الهجوم الإرهابي وكمان محاولات أفراد الشرطة التصدي لمنفذ الهجوم. من خلال السوشيال ميديا هنشوف سوا أهم الحاجات اللي تم تداولها بخصوص الموضوع ده، وهنشوف مع بعض كمان ردود الفعل الدولية عليه، غير ان احنا هنتكلم في موضوع تاني هو ازاي ممكن نستغل التكنولوجيا الحديثة في تربية جيل جديد من الشباب الإيجابي، شباب قادر ان هو يقود بلاده نحو الأفضل. علشان كده سؤال حلقة النهاردة بيقول: هل التكنولوجيا الحديثة تساهم في ظهور جيل جديد من الشباب الإيجابي ليقود بلاده نحو الأفضل أم العكس؟ ده سؤال حلقة النهاردة، وخلوني أفكركم بطريقة التواصل معنا من خلال صفحات شير على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، تويتر، وإنستجرام. هتلاقوا صفحتنا بعنوان شير الغد، ولو حبيتوا تبعتوا رسائل صوتية أو فيديو بعتوها على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج اللي هو 0020-1027-4090، وعناوين الصفحات بتظهر عندكم أسفل الشاشة. وما تنسوش تقدروا تشوفوا كل حلقات برنامج شير على قناة الغد على اليوتيوب، هتلاقوها على youtube.com/الغد.tv. حلقتنا مليانة حاجات كتيرة النهاردة، لكن في البداية خلونا سوا نشوف أهم الهاشتاجز اللي تفاعل عليها مغردو تويتر من خلال خريطة توب ترند بتاعتنا. خلينا نبدأ مع الإمارات العربية المتحدة، وحنلاقي هاشتاج محمد بن راشد كل عام وأنت بخير متصدر تويتر، واحتفالا بعيد ميلاد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وتفاعل على الهاشتاج أكثر من 350 ألف شخص. إلى جمهورية مصر العربية هنلاقي تصدر فيها هاشتاج هجوم نيس تزامناً مع الهجوم الإرهابي اللي ضرب مدينة نيس في فرنسا، وتفاعل مع الهاشتاج أكثر من 200 ألف شخص. من مصر هنطير على السعودية، وهنلاقي إنه توب ترند هاشتاج كان هاشتاج الجمعة، ويتصدر ترند مع بداية يوم الجمعة وتفاعل عليه أكثر من 480 ألف شخص. من السعودية إلى الأردن، وهنلاقي إنه الشباب تويتر في الأردن غردوا على هاشتاج هجوم نيس تزامناً مع هجوم نيس الإرهابي بفرنسا، تفاعل على الهاشتاج أكثر من مليون شخص. وأخيراً من لبنان كان في نفس السياق أيضاً غردوا على هاشتاج pray for nice تفاعل عليه أكثر من 2 مليون شخص. الإرهاب لا يعرف حدود ولا دين ولا عقل ولا قلب، ده اللي نقدر نقوله بعد حادث مدينة نيس الفرنسية. مستخدمين السوشيال ميديا من امبارح بيتداولوا عدد كبير جدا من الفيديوهات والصور، كلها بتوثق لحظة الدهس اللي قامت بها الشاحنة، وكمان لحظات الهلع والرعب اللي عاشها المواطنين الفرنسيين. منهم فيديو بيوضح بالظبط الوقت اللي دخلت فيه الشاحنة لمكان الحادث، رغم ان المكان كان مؤمن بالاساس للمارة فقط. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده. طبعا الشرطة الفرنسية طاردت سائق الشاحنة وأطلقت عليه النار، لكنه فضل مكمل لحد ما تمكنت من توقيفه تماما وقتله. وبعد ما المتواجدين في منطقة الحادث تابعوا لحظات المطاردة دي، نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها عدد كبير جدا من الناس في العالم كله. تعالوا مع بعض نشوف لقطات مع بعض.
مؤلم ومرعب جدا. الحدث ده كان صدمة للعالم وخصوصا طبعا الفرنسيين، لأنه كمان مش العمل الإرهابي الأول اللي يحصل في فرنسا خلال شهور قليلة اللي فاتت، وكانت ردود الأفعال مختلفة على الحدث. لكن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قرر أنه يؤكد على أن فرنسا قوية أمام أي تحدي بيواجهها، ونشر تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها: فرنسا تذرف دمعة وتتشح بالحزن، لكن فرنسا قوية وستبقى دائما أقوى من المتزامدين الذين يريدون ضربها. هاشتاج هجوم نيس. وأعلن طبعا الحداد على أرواح الضحايا، ونقلت صفحة الخارجية الفرنسية عنه وقالت: أعلن رئيس الجمهورية فرانسوا أولاند الحداد الوطني لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الغد 16 يوليو تموز 2016. من القيادات الدولية اللي استنكروا الحادث كانت رئيسة الوزراء بريطانيا الجديدة ثريسا ماي، واللي نشرت تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر قالت فيها: لقد أصبت بالصدمة والحزن جراء الهجوم المروع في نيس الليلة الماضية، قلوبنا مع الشعب الفرنسي. كمان كان للسفارات العربية بفرنسا تواجد فعال جدا على السوشيال ميديا وأيضا على أرض الواقع، منها مثلا سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا، واللي نشرت تغريدة على تويتر قالت فيها: انتقل صباح اليوم فريق من السفارة إلى مدينة نيس للوقوف على الحدث وتقديم المساعدة إذا دعت الحاجة لذلك، ونشرت رقم للطوارئ. كمان أصدرت السفارة الإماراتية في فرنسا مجموعة من التغريدات حذرت فيها مواطنيها من توخي الحذر، وقالت: نظرا للأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة نيس الفرنسية، توصي السفارة المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر وعدم مغادرة سكنهم إلا للضرورة. وقالت كمان: كما تحث السفارة مواطنيها الكرام بالتعاون التام مع الجهات الأمنية الفرنسية واتباع التعليمات المطلوبة. وفي تغريدة أخرى قالت: بالنظر إلى آخر المعلومات المتوفرة من الشرطة الفرنسية، تؤكد السفارة عدم وجود أي مواطن إماراتي من ضمن الضحايا أو المصابين. طيب تعالوا نشوف الوطن العربي إزاي يتفاعل مع الحادث ده، خصوصا بعد ما انطلق هاشتاج هجوم نيس بعد ساعات الأولى من وقوع الحادث، وتفاعل على الهاشتاج ده عدد كبير جدا من الشخصيات العامة والمواطنين في مختلف بلدان الوطن العربي. كان أبرزهم سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال في التغريدة: جريمة نيس الإرهابية تستهدفنا جميعا، وفي هذا الامتحان سننتصر بإرادتنا وعزيمتنا وتعاوننا المشترك. كمان نشر هزاع بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للإسكان تغريدة على تويتر قال فيها: هاشتاج هجوم نيس الإرهابي الوحشي دليل جديد على أن الإرهاب لا يعرف عقلا ولا قلبا، نشارك فرنسا أحزانها وآلامها وقلوبنا مع أهالي الضحايا في مصابهم. غير أن الدكتور أحمد بلهول وزير الدولة لشؤون التعليم العالي بالإمارات نشر تغريدة قال فيها: فرنسا التي اكتشفت للعالم مضادات الجراثيم واخترعت أول آلة حاسبة وصنعت أول غواصة ومئات الاختراعات ستهزم الإرهاب وتنهض من هجوم نيس. قال كمان عبد الرحمن بن مطرب: من يقترف جرائم القتل بالهوية مجرم وله سوابق، لكن يتستر خلف الإسلام ولا رادع له. سعيد عبد الله قال: هجوم نيس كارثة جديدة من كوارث الإرهاب على العالم، ولم يسلم منه أحد. الإرهاب ليس له دين، الإرهاب ليس له هوية. احنا مكملين معاكم، ودي كانت يعني محاولة كده لاستطلاع بعض الآراء والتفاعلات على هجوم نيس الإرهابي المفجع والمروع. حابين تتواصلوا معانا، احنا معاكم 24 ساعة من خلال صفحات شير على السوشيال ميديا، هتلاقونا على الفيسبوك تويتر وإنستجرام تحت عنوان شير الغد. ولو حابين تبعتوا رسائل صوتية أو رسائل فيديو ابعتوها على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج من خلال رقم 0020-1027-4090. وطبعا تقدروا تشوفوا كل حلقاتنا على اليوتيوب، هتلاقوها على youtube.com/الغد TV. بعد الفاصل هنكمل معاكم في شير، وهنتكلم عن موضوع مختلف، وهيكون ضيفتنا من إيطاليا هي ولاء قاسمي. ولاء مؤسسة مبادرة اسمها مبادرة شبابية اسمها الشباب
بيقرر، دي مبادرة تونسية. هنعرف كمان مع بعض تفاعلاتكم على سؤال حلقة النهاردة. هفكركم بالسؤال، هل التكنولوجيا الحديثة تساهم في ظهور جيل جديد من الشباب الإيجابي يقود بلاده نحو الأفضل أم العكس؟ هو ده موضوعنا اللي هيكون معنا بعد الفاصل، هتوقف دقايق قليلة جدا ونرجع سوا لكمل شير، ياريت تستنونا. أهلا بكم من تاني في شير على الهواء مباشرة. أكيد الأعمال الإرهابية اللي بيشهدها العالم بيكون منفذيها تحت تأثير فكر معين تم زرعه في عقولهم وبيخليهم ينفذوا العمليات دي غالبا من دون تفكير. في نفس الوقت مع انتشار التكنولوجيا الحديثة هنلاقي إن انطلقت مبادرات شبابية كتيرة بتحاول إن هي تستغل التكنولوجيا دي في خلق جيل جديد من الشباب قادر إن هو يساهم في نهضة بلاده. علشان كده إحنا سألنا حضراتكم النهاردة، هل التكنولوجيا الحديثة تساهم في ظهور جيل جديد من الشباب الإيجابي يقود بلاده نحو الأفضل أم العكس؟ وحابين نسمع آرائكم في الموضوع ده. من ضمن المبادرات الشبابية دي مبادرة اسمها الشباب يقرر، ومن أحد مشاريعها مشروع باسم We Code Land. ده برنامج اجتماعي مهمته المساهمة في الإدماج الاقتصادي مع الشباب التونسي من خلال الثقافة الرقمية. إيه رأيكم لو نتعرف أكتر على المشروع ده من خلال الفيديو؟ احنا الشباب، احنا تونس. سلام، مريم شافعي، ايتوديانت بروميير اني جيستيون. سلام، سراب العريس، ايتوديانت في فابيلا دوبا ان بروميير اني ماستر ريشيرش انفورماتيك. انا محمد سمراني، ايتوديانت دوزيام اني فاكولتي جان دوبا في اي جي. حماس رائع جدا من شباب معظمهم طلبة زي ما شفنا، كلهم على ايد واحدة وعلى كلمة واحدة، الشباب يقرر. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن المبادرة التونسية دي هيكون معانا عبر سكايب من ايطاليا ولاء قاسمي، مؤسسة المبادرة شخصيا. اهلا بيكي ولاء، سعداء ان انت ضيفتنا النهاردة. حابينك تعرفينا اكتر عن المبادرة وامتى بدأت. انا سعيدة اكتر باستضافتكم ليا في البرنامج نتاعكم. نحب نوضح حاجة، أنا في إيطاليا لخاطر أنا نسكن في تونس، مستقرة في تونس، لكن في إيطاليا لمدة شهر لأنني انضممت إلى كووركينج سبيس، وهو ما يسمى بأماكن العمل المشتركة، لكي أتعلم من التجربة وتجربة شباب إيطالي للعودة إلى تونس وتنفيذ أحد المشاريع الذي أقوم بها حالياً. لنعود إلى الشباب يقرر. الشباب يقرر هي حاضنة اجتماعية للشباب التونسي. إن شاء الله الحاضنة الاجتماعية هذه والمبادرة ترى النور في العالم العربي والقارة الإفريقية. الهدف متاع المبادرة متاعنا هو إدماج الشباب على جميع الأصعدة، وهو توفير كذلك حاضنة اجتماعية من خلالها الشباب ينجم يستطيع أن يبتكر اجتماعيا وتكنولوجيا. نحن نؤمن أن الجيل متاعنا مثل ما يقول سؤال الحلقة، نحن أمام جيل يمكن أن يبني بلدانه، يمكن أن يستعمل التكنولوجيا من أجل تأثير إيجابي. هذا واقع عشناه خاصة في الثورات، عشنا في ثورة تونسية استعمال الجيل هذا للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل تمرير المعلومة والانتصار في الثورة التونسية. وكان السؤال بعد 14 جانفي، هل يمكن استعمال هذه الأدوات من أجل بناء البلاد؟ وهذه مهمة المكلة للشباب يقرر.
أول حاجة بتمنى لك التوفيق في مهمتك في إيطاليا. سعيدة جدا أن أنت معانا وعرفتينا أكثر عن المبادرة دي، لأن هي نموذج إيجابي حقيقي واقعي يعني لموضوع حلقة النهاردة. فحابين نعرف منك، هل كان في نتائج ظهرت بالفعل على أرض الواقع تحققت سواء في تونس أو في غيرها من البلدان لمبادرة الشباب يقرر؟ طبعا نحن أطلقنا مبادرة شباب يقرر أولا في تونس، وعندما أطلقنا مختلف البدائل التي تطرحها منظمة شباب يقرر للإدماج الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي للشباب التونسي، كنا نطلق تجارب، وهذه التجارب تحقق نجاحات تفوق توقعاتنا، ومن هذه التجارب نمر إلى الصعيد الوطني، وإن شاء الله سنمر إلى الصعيد العربي قريبا. مبادرة شباب يقرر، يمكن أن أعطي أحد الأمثلة، هو خلال الانتخابات الرئاسية الأولى في تونس، الرئاسية الأولى الحرة الشفافة والنزيهة، قمنا بإطلاق تطبيق تعنى بوصل الشباب مع مرشحي الرئاسية، وكان في هذا التطبيق نجاح كبير، حيث أنه وقع استعمالها أكثر من 1,200,000 مرة خلال شهر ونصف. وهذه التطبيقة جعلت من المرشحين الرئاسية يستمعون إلى الشباب ويستمعون إلى مشاغل الشباب ويكونون موجودين على هذه التطبيقة، وبالتالي من نجح منهم في الانتخابات كانت له الفرصة لتطبيق ما وعد به الشباب من خلال هذه التطبيقة. طيب، احنا في انتظار المزيد من النجاحات على أرض الواقع. ولاء، عايزة أعرف كيف تستخدموا السوشيال ميديا أو التكنولوجيا الحديثة عموما في إيجاد فرص للشباب؟ نحن خاصة من خلال برنامج ويكود، وهو كما قلت برنامج اجتماعي يعنى بالإدماج الاقتصادي للشباب التونسي، نحن نعرف أن الكمبيوتر والإنترنت والمعلومة الحينية السمعية البصرية والعالمية تعطي للشاب أو الإنسان فرصة الانفتاح على سوق شغل عالمية. وعندما نتحدث عن سوق شغل عالمية وعن تكنولوجيا، نتحدث عن شغل رقمي، نتحدث عن مشاريع رقمية يمكن أن توفر للشباب فرص عمل، ويمكن أن توفر للشباب موارد رزق. نحن مهمتنا هو أن نعطي للشباب الفرصة للتكوين من أجل أن يصل إلى هذه النوعية الجديدة من سوق الشغل، وهي سوق الشغل الرقمية. أوكي، يعني نقوم بهذا من خلال برنامجنا ويكود لاند، اللي متكون من فيه الكثير من المكونات، وإلى الآن أطلقنا مكون اسمه ويكود كامب، وهي تظاهرات تجوب الجمهورية التونسية وتعنى بتلقين الشباب وتكوينهم في صناعة مشاريع رقمية. ويكود لاند هو برنامج بتساعد الشباب على الحصول على وظائف في مجال العمل الرقمي، أي شيء متعلق بالحياة الرقمية يعني، صح؟ لا، الحصول على شغل رقمي وإلا إطلاق مشروع رقمي. لأنه من الممكن أن تحصل على شغل رقمي، سأعطي مثال، من الممكن أن تستطيع بناء مواقع، يمكن أن تستطيع بناء موقع لنفسك مثل ما فعل صاحب موقع فيسبوك مارك، اللي هو صنع موقع وجعل منه مشروعه الرقمي، كما يمكن أن تصنع موقع لأناس آخرين وبالتالي يصبح لديك شغل رقمي. رائع. ولاء، نلتم عدد من الجوائز، فحابينك تكلمينا عنها، يعني كان في جائزة من الرئيس الفرنسي وأيضا من البرلمان التونسي، وكان جائزة أخرى من مؤسسة أورانج، هي جائزة الرائد الاجتماعي الأكثر ابتكارا في تونس. وقد نلنا الجائزة هذه من أجل تطبيق تعنى بوصل الشباب بمجلس النواب، وصل الشباب بممثلي الشعب، من أجل أن يكون الشباب قوة اقتراح للقوانين، خاصة بعد الثورة وبعد الجمهورية الثانية والدستور الجديد. نلنا جائزة الرئاسة الفرنسية للابتكار الاجتماعي عن مشروعنا ويكود لاند، ونلنا تكريم من طرف مجلس النواب، اللي هو كان شرف كبير للمنظمة نتاعنا، لأن نحن المنظمة الوحيدة التي وقع تكريمها بعد الرباعي الراعي للحوار الذي نال جائزة نوبل للسلام. إن شاء الله يا رب منها للأعلى. شكرا لك ولاء قاسمي، مؤسسة مبادرة الشباب يقرر.
نموذج مشرف جدا، ده كان نموذج من تعامل الشباب مع التكنولوجيا، نموذج ايجابي. حضراتكم بقى ايه رايكم في موضوع الحلقه؟ هل التكنولوجيا الحديثه بتساهم في ظهور جيل جديد من الشباب الايجابي قادر ان هو يقود بلاده نحو الافضل ام العكس؟ تعالوا سوا نشوف اراء مشاهدينا. خلينا نبدا مع تفاعلات الفيسبوك ونبدا مع مصطفى الميراث. شكرا ليك مصطفى، قال نعم التكنولوجيا الحديثه تساهم في ظهور جيل جديد من الشباب الايجابي ليقود بلاده نحو الأفضل. أما رابح حميدي فقال التكنولوجيا الحديثة لو أحسننا استخدامها سوف تؤدي لظهور هذا الجيل الإيجابي من الشباب. وجهة نظر تحترم طبعاً. سمر الرشدي قالت شايفة أن التكنولوجيا الحديثة لن تساهم، وقالت أنه العكس لن تساهم في ظهور جيل جديد من الشباب ليقود بلاده نحو الأفضل. أوكي، تعالوا نشوف سوا التفاعلات النصية. الناس بعتولنا على الواتساب كتابة وليس صوتا، منهم حسين. حسين كتب وقال نعم تساهم في ظهور جيل جديد من الشباب الإيجابي الذي يبني مستقبل بلاده بشكل أفضل. أبو الفوارس جاوب على سؤالنا، قال نعم تساهم، لكن يجب على المجتمع أن يتقبل التطور، لأن العرب دائما ينظرون بشكل سلبي إلى كل ما هو جديد بسبب العادات والتقاليد التي تخنق الشباب الطموح. محمد القيسي قال التكنولوجيا تساعد الشباب للوصول لمستقبل أفضل إذا تم استخدامها بشكل علمي، لكن إذا كان استخدامها عشوائي فضررها أكبر. يعني كلها ردود منطقية واقعية. المهم أنه أكيد تكنولوجيا مهمة جدا، لكن الأهم أن احنا نجيد ونحسن استخدامها. بكده تكون خلصت حلقة النهاردة من شير. أتمنى لكم ويك إند سعيد، كله أمان وسلام يا رب على العالم كله، وانتظرونا في مواعيدنا دايما من الأحد للجمعة 7:30 توقيت القاهرة 5:30 توقيت جرينتش. هنكون في انتظار تفاعلاتكم معنا 24 ساعة على 24 ساعة من خلال صفحات شير على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستغرام. هتلاقونا تحت عنوان شير الغد، ولو حابين تبعتوا رسائل صوتية أو فيديو ابعتوها على رقم 0020-10-27-4-90. وما تنسوش تقدروا تشوفوا كل حلقات شير على قناة الغد على اليوتيوب، هتلاقوها بعنوان youtube.com/الغد تيفي. من هنا ليوم الحد إن شاء الله أشوفكم على ألف خير وسلام، وإلى اللقاء.